يعني هذا في مصطلح المعاملات ما وضحت لي، ما وضحت لي بيع الدين بالدين، يا هو شنو له علاقة يعني يسمى تسكين الوجه الآخر وبيع الكالب بالكالب، والكالب معناه تأخير، بيع دين مؤجل بمن؟ بمؤجل مثله، والقاعدة أن العامي لا يجوز بيع الدين بالدين، وأن الروايات عن الإمام صادق عليه السلام يقول لا يباع الدين بالدين، ويجوز بيع شنو بغيره، إما يكون بأكثر منه أو بأقل منه أو بمساواة إلا في الرضوي، فيشترط شنو لازم تشترط المساواة. صفحة 149 المطلب الرابع إمكانية تحويل تكييف الوداع ثابتة من كونها قربا. الآن من يجي الشخص سواء كان باحث أو غيره ما يميز بين وديعة وقرض. لا أقل إيش عندي في المطلب الفرق أو المائز بين الوديعة والقرض، لأن القروض هي عقود إرفاق. في البنوك الوديعة غير شكل، بعد أن البنك ما يستطيع يمنع العميل من السداد.